كيف تتحدث الإنجليزية بسرعة وتفهم على الأمريكيين؟ بهذا الدرس إن شاء الله رح أعطيكم 5 استراتيجيات كتير مهمة وكتير بتفيدك حتى تفهم بشكل أفضل وأنت تتحدث بشكل سليم وسريع مثل ما بيتحدثوا الأمريكيين إن شاء الله. هلأ ما عم أقول إنه ضروري تتحدث مثل الأمريكيين، فيك تضلك تتحدث مثل ما أنت مرتاح، لكن حتى لو ما بدك تتحدث مثلهم من المهم تعرف كيف هن بيتحدثوا، تعرف الاشياء اللي بيستعملوها بكلامهم لحتى تفهم عليهم، لانه في بعض الاحيان بتكون متعلم انه الكلمه هيك بتلفظ، لكن لما بدك تسمعهم عم يتحدثوا بشكل عادي بشكل يومي رح ترتبك ورح تفكر انه عم يقولوا كلمات جديده. فمن المهم تعرف هذه الاستراتيجيات، 5 استراتيجيات، وعندي دروس تفصيليه لكل استراتيجية رح احط لكم اياها بصندوق الوصف ان شاء الله. اذا اول استراتيجية هي انك تستعمل الكونتراكشنز. شو يعني كونتراكشنز؟ هي الاختصارات، لكنها الاختصارات اللي دايما بنلاقيها حتى بالكلام الرسمي حتى بالكتب، منا لغة عامية، هي اختصارات رسمية بنستعملها بكلامنا اليومي. الاختصارات بتسهل لك كلامك، الامريكيين كتير بحبوا يتحدثوا بشكل سريع، فكتير حتسمعون عم يستعملوا الـ contractions. مثلاً بدلاً من ما يقولوا I do not want a cup of juice، I do not want a cup of juice، رح تسمعون عم يقولوها I don't want a cup of juice، لا أريد كوباً من العصير. I don't want a cup of juice، يعني do not صارت don't. بدلاً من أنه يقولوا I am happy، هيقولوا I'm happy. I am happy. إذن I am صارت الاختصار I'm. أنا سعيد. أو you are excited. أنت متشوق. أنت متحمس. You are excited. رح يلفظوها 99% من الأحيان. You're excited. You're excited. إذن كتير من الcontractions بيكونوا pronoun ضمائر و verb to be فعل يكون. مثلا شفنا I am هتصير I'm. You are your. We are, we're, they are, there, he is, he's, she is, she's, it is, it's. كمان عندنا contractions ضمائر pronouns مع verb to have. فعل have. مثلا I have, I've. You have, you've. They have, they've. We have, we've. He has, he's. مثل he is. نفس الاختصار لكن نفهم من الجملة إذا عم نقول he has أو he is. She has, she's و it has, it's. كمان نستعمل كتير الاختصارات بالنفي لما نستعمل أداة النفي not مع الأفعال do, be, have, will وحتى can مثلا وباقي الماضي auxiliary verb. مثلا do not هيصير في عنا don't, does not, doesn't, did not بالماضي didn't, will not, won't, have not, haven't, has not, hasn't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't. إذن في عنا كتير contractions أعطيتكم معظمهم، فيكن ترجعوا تراجعوهم، ما حنفوت بتفاصيل كل واحدة، لكن حاول تتعلمهم، حاول تستعملهم. إذا ما بدك تستعملهم على القليل تعلمهم لحتى تفهمهم. نصيحتي إنك تعرف الـ contractions على كل حال، لأنه هي اللغة الرسمية، هي بيستعملوها باللغة الرسمية بالكتب بالأخبار منا عامية. تاني نصيحة لإلك هي إنك تستعمل الـ reduced forms. إذا reduced forms هي منا كلام رسمي ولا يتم كتابتها، هي الكلمات التي لا يتم كتابتها لكن كثيرا ما يستعملها متحدثو الإنجليزية خاصة في كلامهم اليومي أو كلامهم غير الرسمي. كتير مهم تعرفهم على القليلة لحتى تصير تفهم عليهم، لأنه reduced forms حيبين كأنه اخترعوا كلمة جديدة لكن بالأصل عم يقولوا كلمة أنت بتعرفها. حتى ما يروح عليك المعنى، حتى تفهم المعنى بشكل صحيح لازم تعرف reduced forms. مثلا want a يريد أو want to يريد أن، حتسمعون عم يقولوها wanna. wanna مثلا بالجملة اللي شفناها I do not want a cup of juice،
إلا أنه حنستعمل contraction don't I don't ثم want a اللي حيقوله wanna wanna. كتير مهم يكون في عنا want a أو want to. إذا ما عنا a بعد want بدك تقوله want. فبيصير عنا I don't wanna cup of juice. I don't wanna cup of juice. I don't wanna cup of juice. لا أريد كوبا من العصير. إذا عم نقول فقط juice I do not want juice ما فينا نقول I don't wanna juice. بس لازم نقول I don't want juice. Reduced form آخر هو don't know. حيصير في عنا don't know. Don't know. مثلا I don't know what you're talking about. لا أعرف عما تتحدث. I don't know what you're talking about. رح تسمعون عم يقولوها I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. حتى في بعض الأحيان في كلمات حيعملوا لها reduction. مثلا your حيقولوها your. I don't know what you're talking about. ما حيقولوها I don't know what you're talking about. تسمعوها. لكن كتير من الأحيان حتسمعون عم يقولوها I don't know what you're talking about. مثل آخر بدلا من give me أعطني لحيقوله give me. مثلا give me a pen please. أعطني قلما رجاء. Give me a pen please. الاستراتيجية الثالثة لليوم هي تعلم واستعمل الستريس والريدكشنز أو الانستريس. إذا عم بتحدث على مستوى الجمل وعلى مستوى الكلمة نفسها. في ستريس بالكلمة بيعملوا ستريس لمقاطع صوتية وانستريس لمقاطع صوتية أخرى. وكمان في ستريس على كلمات الكلمات المهمة في الجملة. خلينا نشوف بعض الأمثلة. مثلا هذا السؤال Are you sure you know what you're doing؟ إذا ما حيلفظوها بهذه الطريقة الروبوتية Are you sure you know what you are doing؟ حيقولوها Are you sure you know what you're doing؟ Are you sure you know what you're doing؟ إذا هون عم بعمل stress و unstress. حقلك وين عم بعمل stress. وكمان في عنا نبرة الصوت لأنه في عنا سؤال Are you sure you know what you're doing؟ إذا عم بعمل stress أكثر شيء على الفعل sure يعني متأكد. هل أنت متأكد أنك تعرف ماذا تفعله؟ لاحظوا كلمة no يعرف تعرف. هذه الكلمة no عملنا لها stress. أما you في unstress. Are you sure you know what you're doing؟ حتى doing كمان عم نعملها stress. ولأنه في عنا yes no question سؤال نعم أو لا فنبرة الصوت عم تكون عم تعلى. Are you sure you know what you're doing؟ جملة أخرى He goes to school every day. ما حتسمعون أبداً عم يلفظوها بهذه الطريقة. وحتى لو أنت عم تلفظها بهذه الطريقة قد يلاقوا صعوبة يفهموا عليك. He goes to school every day. حيقولوها He goes to school every day. He goes to school every day. إذا عم بعمل ستريس أكثر شيء على كلمة goes يذهب هو يذهب و school فيها لها ستريس شوي وكمان every day. هو يذهب إلى المدرسة كل يوم. He goes to school every day. على مستوى الكلمات رح تلاقوا في مقاطع صوتية عم يعملوا لها ستريس ومقاطع صوتية أخرى عم يعملوا لها unstress. شو يعني؟ يعني في مقاطع صوتية بياخذوا وقت أكثر ليلفظون أما المقاطع الصوتية الأخرى بيلفظون بشكل سريع. وحتى قد تسمعوا صوت الشواء. تحدثت كثير عن صوت الشواء في عندك كثير دروس بالتفصيل عن الستريس والunstress. إن شاء الله بتلاقوهم بصندوق الوصف تحت الفيديو. مثلا هذه الكلمة understand ما عم نلفظها understand ما عم نلفظها بهذه الطريقة عم نقول understand understand. إذا أكثر مقطع صوتي عم شدد عليه هو آخر مقطع صوتي stand understand understand. عم بلفظه شوي بشكل أطول وعم بعمل stress عليه عم ركز عليه أكثر من مقاطع صوتية un و der understand. The stress will unstress من أكثر الدروس اللي بحبها باللغة الإنجليزية. عمل دروس عنها وإذا حابين أعمل المزيد عنها ما عندي مشكلة اكتب لي بتعليق تحت الفيديو. وكتير حيفرق معك بالفهم لما تبلش تسمع وتستعمل the stress وال unstress. رابع نصيحة لإلي أو استراتيجية هي تعلم الـ idioms. الأمريكيين والبريطانيين ومتحدثين اللغة الإنجليزية كتير بحبوا يستعملوا الـ idioms. وكتير مهم تتعلم على القليل أكثر الـ idioms اللي بيتم استعمالها باللغة الإنجليزية لأنه بيكون عم يحكوا ففجأة بتحسن عم يقولوا كلام غريب بخصوا بالموضوع اللي عم تتحدثوا عنه فحتحس حالك ضايع.
مثلاً من الإديومز اللي كتير نسمعها a piece of cake، قطعة من الجاتو، قطعة من الكعكة. ما المقصود مش قطعة من الكعكة، لكن المعنى المقصود هو أن الأمر سهل جداً. يعني إذا بدي أقول this lesson is a piece of cake، هذا الدرس سهل جداً. أو مثلاً في عنا إديوم I was feeling under the weather، حرفياً كنت أشعر أنني تحت الطقس، أمر غير منطقي. فمن المهم تعرف المعنى لأهم الإديومز اللي بيستعملوها. To feel under the weather تعني أن يشعر بالمرض أو بالحزن. إذا I was feeling under the weather، ما كنت حاسس حالي منيح، يمكن كنت مريض مريضة، الله يبعد عنا الأمراض، أو يمكن كنت عم بشعر بالحزن، كمان الله يبعد عنا الأحزان والله يسعدنا جميعا. خامس نصيحة لإلي هي تعلم واستعمل الفريزل فيربس، الأفعال المركبة. على فكرة عندي دروس بالإديومز والفريزل فيربس، لحط لكم إياها بصندوق الوصف أيضا تحت الفيديو إن شاء الله. إذا الفريزل فيربس، الأفعال المركبة، كتير نستعملهم بالكلام اليومي، مش بالكلام أو المكتوب أو بالكتب واللغة الرسمية. باللغة الرسمية عادة بيستعملوا الأفعال السنجل المفردة، لكن بالحديث كتير بيستعملوا الفريزل فيربس. مثلا بدلا من ما يقولوا cancel بحديثهم، cancel يعني يلغي، هيقولوا call off. call off فعل مركب يتكون من فعل وحرف جر أو ظرف، فعل وظرف. فبدلا من ما يقولوا بكلامهم اليومي he cancelled the meeting، ألغى الاجتماع he cancelled the meeting، هيقولوا he called off the meeting. he called off the meeting. كمان مثلا بدلا من ما يستعملوا الفعل increase يعني يزيد، increase نعم بيستعملوه، لكن بكلامهم اليومي هيستعملوا go up أكثر من increase يعني يزيد. مثلا the numbers are increasing، الأرقام تزيد، هيقولوا the numbers are going up. the numbers are going up. وآخر مثل لح أعطيك إياه اليوم هو select يعني يختار أو يحدد، هيستعملوا pick out. pick out. she didn't know which dress to select، كتير غريبة يستعملوها بحديث اليومي. she didn't know، لم تعرف which dress، أي فستان to select، أن تختاره، هيقولوا أكثر pick out. she didn't know which dress to pick out. إذا كتير مهم تعرف ال idioms، تعرف ال phrasal verbs، the stress with unstress، تعرف ال contractions و reduced forms. عندي كتير دروس عنهم إن شاء الله لحط لكم إياهم بصندوق الوصف تحت الفيديو. إذا حابين أعطيكم مزيد من الاستراتيجيات أو ركز على استراتيجية معينة، كمان اكتب لي بتعليق تحت الفيديو. شكرا كتير لكم، وما تنسونا بأحلى لايك من أحلى عالم. وإذا حابب تتعلم المزيد معي بنصحكم بهالدروس ليوصلكم دروس أول بأول. اضغطوا على هذه الدائرة، اعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، وشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.